ايش رايك يا سلطان، من المهدد اكثر؟ اكثر واحد انت خايف عليه؟ اول شيء اكثر واحد خايف عليه الاهلي. ليش؟ اول شيء الاهلي موضوع الكفاءه وعدم التسجيل مستوى الموسم الماضي، الاسماء اللي استقطبها ممكن ما تلعب بكره، المنافس اللي يلعب مع الاهلي اقوى من المنافس اللي يلعب مع الهلال الطائي واقوى من اللي يلعب مع النصر ضمك، فمن الثلاثه اعتقد الصعوبه حتكون على الاهلي. انت شايف الاهلي. طارق النوفل، خايف على مين انت بكره؟ اللي ارى يعني لو كان هناك فريق كبير حيخسر هو الاهلي بكل تاكيد، ان حدثت خساره وان كنت لا اتوقع انه ضربتين في الراس توجع، الامس الاتحاد اليوم الشباب، يجي الاهلي يكررها، اعتقد انه ما فهم الدرس حتى الان، انه شيء يعني غير صحي رياضيا، ولا اعتقد انه هناك فريق ممكن ان يكرر هذه الكبوه الثالثه اطلاقا. الاهلي يلعب مع فريق اقل او الاهلي يلعب مع فريق اصعب بكثير من اللي يلعب مع الهلال وكذلك النصر. اذا متفق معاه الشباب اليوم، انت متفق معاه؟ اي اتفق. طيب خالد السعود، سلطان هو الاروع والاكمل. خالد السعود ايش تختار؟ عشان الاستفتاء موجود على حساب البرنامج الان في تويتر. بنرجع للشباب طارق بعد كذا. اعتقد الاهلي لذات الاسباب حقيقه امام خصم شرس جدا، اضافه انه الاهلي حقيقه بيلعب بكثير يعني بدون كثير من الاسلحه الجديده على الاقل اللي كان الاهلاويين او لا زال الاهلاويين يراهنون على نجاحها في الموسم الحالي. ننتظر